مع المشاريع من وزارة التجهيز، فهما تحدثوا على مجموعة من المحاور الطرقية، ماشي محاور رئيسية. فالاتفاقية كان يعلم بها دوك الفوا ديال الأوتوروت ودوك الفوا ديال كزولا والطريق الساحلية. بالتالي هنا ما كيدخلوش في المشاريع الأخرى اللي هي حتى هي عندها أهمية خاصة، اللي كيطالبوا بها مجموعة من الجماعات ومحكم. تحدثي شحال مرة على الحصار ديال مول البري وبشروك بانه رجل جوج ديال الطرق في البيان دي تي اس، ولكن مع ذلك اشكر كذلك مجموعه من الناس، لان كان كل الاسباب غنخلق واحد النوع من هذا. كاين شخص اخر دخل وتمكنا من انتزاع الطرق هذه المشاريع الطرقيه اخرى على المستوى الاقليمي، غادي ندير تقريبا تعطوا الصفقات، غادي يدوا فيها الصفقات. هذا مجهود هذا الشيء في جوج صوت الواقع، وهذا الشيء مزيان. هذا من جانب. جانب آخر بالنسبة للاتفاقية الشراكة ديال الطرق، فاللي ما فهموش الناس وهذا هو اللي جينا حنايا، كاين اتفاقية فيها 227 كيلومتر من الطرق غير المحورية غير الأساسية. ياك الإخوة هذا الشيء اللي كاين، الشيء اللي لقيت أنا. وقلت لكم ديك الساعة كاين دير دي تي اس راه غادي يخدم، وكاين مشاريع أخرى ديال القطاعية ديال قطاع التجهيز، خليهم يهتموا بهذ الطرق هي على اهميتها، يعني عندها مجال اخر فين نصوروا، نمشيو للمحاور الرئيسيه اللي هي الاساسيه اللي غتجيب الاستثمار وتفتح الباب وتخلق النميه الاقتصاديه. مشيت معايا في هذه القصه هذه وخدمنا عليها، والحمد لله حولنا الاتفاقيه القصيره كانت فيها 227 كيلومتر ديال مجموعه من الطرق للمحاور الرئيسيه. ولكن هنا في هذا الاطار كنت تذكر على انه كانوا اتفاقيات شراكه من نفس النوع اقليمين او ثلاثه، وتنفذوا بالصيغه الاولى ديال الطرق في وسط الدوار وسط الجامعات على اهميتها. و شاهد اخر انه حنايا ملي كتحول لبرنامج هذا فيها نقاشات، واش نذكر بها ولا بلاش؟ كانوا نقاشات غير دوبلومون، واش يدار دوبلومون بزولا ولا ما يدارش، وكانوا معنا وجوه اخرى سمحه بحال وجوهكم في فترات انتدابيه اخرى، وكانوا نقاشات وكان رفض وكان تجاذبات سياسيه انتم عارفينها. ومشاو الناس وتلاقاو مع الوزير وشي كيقول دي دوبلومون شي ما يكونش معاه. خص تضعف واحد الحاجه الى 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 عما قريب كان الرفض ديال دي دوبلومون ديال الوزير كاين ولا ما كاينش؟ كاين الرفض بتاتا، وكان ما بقاوش دوزنا دي دوبلومون. وتعقلت الاتفاقيه بعد 3 سنين وقلبوا كيفاش؟ قلبوا انتم علاش؟ على كل حال من بعد استطعنا نقنع الناس في الاخر بدي دوبلومون وتوقعات الاتفاقيه بدي دوبلومون. ولكن بهذا البصر كله داك الشيء شفتم هذه الحراره اللي فيكم هذا، راه المشكل ماشي بيناتنا حنا، المشكل بينا وبين شي ناس اخرين. الله يجزيكم بخير. واش بدا شنو نقول لكم؟ شنو نقول لكم؟ ماشي باش يقول هذا كتقول لي وانت ما درتيش وانت ما غير ما غاديش يسير هذا المكسب ديال الاقليمه ديال الحد وبقى في فيه 6 سنين ولا 7 سنين، ما يجيش تجرب تقرا نقول لي الغلط. إذا كانت الظروف المادية اللي كانت تعرف شنو الاستقليمي فهذا شيء يعني راح يعطيك إقرار واقع ما عندناش. ولكن الفكرة وأظن في كلامي لكلام الإخوة كاملين ثلاثة، لأنه فعلا رهنا الإقليم لست سنوات أو 7 سنوات على مستوى التجهيز، يقول لك راه كاين اتفاقية. لا سيدي الاتفاقية كاينة، ولكن راك خدمتي في أقل من فترة، خدمت هذاك الغلاف المالي المخصص للإقليم مدة 7 أو 6 سنوات خدمو أنت، ما تسناش نجلس إقليمي حتى يفك مشاكل، ولكن خدم. هذا هو اللي كنطبع عليه مؤخرا، وصلت على الحمد لله كاع الاخوان منكم، وصلت نجيو بهذا الاطار السنه نور البرلمان كلكم بدون استثناء على اساس انه التشيس يخدم بعدا بالميزانيه ديالو، ما يديش ديك الشرط الجزافي ديال خاص يدفع هذا لا بوت بار ديالو عاد يخدم. وهذا راه غلتي ليا شحال بالنسبه لك باش مشاكل؟ لا 20 مليار باش مشاكل هما ولا شي حاجه. تشيس عطونا 20 مليار او ما يفوق 20 مليار. داك الشيء علاش خصنا هذه السلية نقنعو نخدمو هذاك المحور الطرقي ما بين لوطروت وثلاث بوكدرا في السبيان. وأخبرت بأنه هذا كذلك مستير بونوغري، هذا الخبر يعني مخير، هو أنه غيبدا صفقة الطاقات وغيبداو الأشغال في دي دوبلومون ما بين لوطروت والفيل. ولكن هذا الشيء ما نوقفوش هنايا، أنا طلبت باش نبقاو في هذا المسار ونعطيو يدنا قبل ما كنسرع ديزيتيود ديال بعض المحاور الطرق الاخرى الاساسيه باش حتى هو يديروا فيهم الاشغال على اساس انه الفكره شنو هي. ذكر السيد رئيس وزير الجهه فعلا
واش كاين سنه كاين شي واحد كيهضر بان المحور ديال التنميه في الجهه هي الجهوي هو فتح باب ماشي اشكال الان كنقول الفعاليات المحليه كلها اللي دائما كنقول طرف على طرف الساده العلماء المستشارين المشهورين يمشيو مع سباك الجهه ويطرب رجلو مع المسؤولين يشوفوا شي حل راه هو هادي شنو هي واش دابا 4 مليار سنتيم 4.6 هي اللي غتوقف المشروع يعني عند 2 سنين ما عندها شي معنى والاكيد انه هذا الشيء اللي كنركز عليه دائما ما نقوم به احنا كنشجعوا فلوسنا في التصور ديال سيدنا الله يسرو ديال دعم الاستثمار راه هذوك المحاور الطرقيه ما درناهمش الشكل درناهم في ان عندهم نتائج يعني اكيده اقتصاديه فالمحور الطرقي ديال الدبلومو ديال كزولا ديال كزولا اسفي غيحل مجال الترابه كله ديال كزولا وديال جماعه ديال المحور الطرقي ديال الطرق الانابيب اكيد كاين مشكل ملي كتحدث على الطريق الساحليه وخصها ديال جسمون ديال بلاد متر راه اسمحوا لي هذا الشيء كنقول لكم ماشي تنهضر من فراغ الناس زعما اللي كيجيو يصبروا في الشباب ديال الاقليم في المنتجعات السياحيه عندهم ارتباطات بالطرق ديال كازابلانكا راهم تيطلبوا باش ديك الطريق تصور والطريق اللي كتكون جيده دابا من هذاك من الوالي ديالكم كلكم ولا ديال البلاد غير كتدخل في اقليم بحال تدخل في شي جامايكا ولا شي بلاد اخرى ما عندها حتى شي معنى حنا ما كاينش ما كاينش ما عندهاش حتى شي معنى اذا اقتصاديا هاد المحاور راه ما دخل التنميه ديال الاقليم بشكل عام وكاين مسائل اخرى كنفتحوا عليهم دائما ديال المنطقه الصناعيه دي بلاتفورم اندستري اكسترا مي هادو غير باش نوفرهم هاد الجمره اللي كنشوفها شاعله ووجهوها في اتجاه صحيح هذا هو اللي بغيت نقول لكم شكرا لكم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم